هل كنت تتوقع الحقيقة أن يصل يانج أفريكانز من هذه المجموعة وسط أربع أو ثلاث فرق؟ الحقيقة ثلاث فرق أعرق من بعض، سواء الأهلي، سواء شبيبة البلوزداد، أو يانج أفريكانز، أو بقية الفرق. Initially, مبدئيا we had four games in, تعرف ان لديك اربعه مباريات. We played a club from Djibouti. قبل دوري المجموعات لعبنا امام فريق من جيبوتي وفريق من السودان. المريخ السوداني كانت مباراه قويه، وقد استطعنا ان ننجح في التاهل وان نفوز بالمباراتي خارج الديار وداخل الديار امام المريخ. فبالتالي حينما واجهنا فريق الاهلي وشباب بلوزداد بطل الجزائر وميديامة بطل غانا، ولكني أيضا بطل تنزانيا. العلاقة هي أننا كانت هذا هو أصعب ما في المجموعة، أن الجميع يريد أن يصعد من هذه المجموعة في دور الأبطال، ولكن إذا أردت أن تتحدى فائز دوري أبطال إفريقيا وتتحدى أيضا شباب بلوزداد، ولكننا كنا مستعدين لهذه اللحظة، كنا مستعدين لمرحلة المجموعات، كنا مستعدين للقتال على الفوز. Of Champions League platform in recent years. لا أحد يعرف we are doing very well. We did ما كان يحدث في CAF Confederation. ولكننا كنا على ثقة بعدما تأهلنا لنهائي الكونفدرالية. قلنا لأنفسنا أن التأهل لنهائي الكونفدرالية لا يمكن سيكون مؤهل لنا في للتأهل من دور المجموعات. نحن كنا على ثقة في أنفسنا وقد أريناهم من نحن. Is number two وقد استطعنا behind الأهلي in the group stage. وقد استطعنا أن نتأهل مع الأهلي في مرحلة المجموعات. يانج أفريكانز قدم الحقيقة مباراة قوية جدا أمام النادي الأهلي وتعادل بهدف لكل فريق. هل تتوقع أن تكون المواجهة بنفس هذه القوة كما كانت في تنزانيا؟ It was a strong game. نعم كانت مباراة قوية بالفعل. نعم لأكون صادقا معك. اليانج أفريكانز قد أدى مباراة قوية أمام الأهلي في دار السلام. وكانت نسخة مختلفة من الأهلي. وكنا مندهشين. لكننا اندهشنا لأن الأهلي توقعنا أن يأتي للتعادل ولكن الأهلي أتى للفوز. ولكننا لا نريد أن نخسر أي نقاط هنا. سنقاتل لنحظى بمباراة جيدة.